السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي تنظمه قناة الساحل خصيصا بخصوص موضوع شغل الناس من فترة طويلة ولا زال حتى الآن محط انتباه الإعلاميين والساسة وصناع الرأي. هذا الموضوع هو الرق في موريتانيا، المشكلات المطروحة داخل المجتمع والحلول المنبثقة من خلال طرح هذه المشكلات، أي الرق في موريتانيا، المشاكل والحلول. منذ فترة نحن نحاول أن نطرق هذا الموضوع، لكن الإشكالات المطروحة حوله داخل الإعلام وداخل الصالونات أثارت إلى حد بعيد قدرا من الإثارة الإعلامية وإلى حد ما الفضول الذي ربما لم يكن في نظرنا متاحا بالنسبة للمتابع وكذلك صانع الرأي والمشتركين داخل هذه الكلية التي هي صناعة الرأي العام داخل المجتمع الموريتاني. لم يكن من المناسب عندنا أن نناقش هذا الموضوع إلا بعد أن يغسل الناس أيديهم منه في السياق الفضولي أو الإثاراتي. نحن هنا داخل هذه القناة نعمل على تأسيس رأي، على تنوير المجتمع وكذلك طرح القضايا بجدية بحيث يستطيع المشاهد والمتابع وصانع الرأي والمشترك وكذلك في صناعة هذا الرأي والمهتم به أن يتلمس خطاه في وضاح النهار. إذ نعمل على أن نؤسس مجتمعا يولد الإنسان فيه في النور ولا يولد في الظلام. هذا الموضوع سيتم نقاشه عبر جزئين، الجزء الأول هو هذه الحلقة والجزء الثاني سوف نناقشه معكم مساء الجمعة، أي من صباح يوم الجمعة إن شاء الله سنناقش الموضوع في لقاء الساحل في الجزء الثاني. هذا الموضوع ضيوفنا فيه هم على التوالي: الأستاذ الناجي والسيدي محمد نائب عن اللائحة الوطنية، هلا بك ساعة النائب، وكذلك الأستاذ محمد والشد محامي وكاتب، الأستاذ سامر البي قيادي في حركة الحر، هذا بالإضافة إلى سيد الرئيس بكر المسعود رئيس منظمة نجاة العبيد، ثم الأستاذ محمد سالم والبنبة وهو كاتب وباحث في جامعة ماشوط وعمدة بلدية تيارت. أهلا بكم ضيوفنا الكرام. نبدأ مع سعادة النائب. شكل الرق سعادة النائب إشكالا كبيرا داخل المجتمع الموريتاني منذ السنوات الأخيرة. هذا الإشكال تموضع في أذهان الناس، تموضع في الإعلام، تموضع في عند الساسة، عند الباحثين، ومع مرور الوقت تحول إلى صناعة رأي، صناعة رأي سياسي، صناعة رأي اجتماعي. في نظري هل استطاع هذا الموضوع أن يخرج من بين أيدي الناس من الورق ومن الأحاديث الصالونات وأحاديث الإعلام لأن يصبح قضية مطروحة يجب أن يبحث لها عن حل؟ شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شاكرين قناة الساحل استضافتنا لهذا الموضوع. بالنسبة لي قد أتميز عن بعض الآخرين بأن هذه مسألة الرق في الوطن ظاهر أنها مسألة جوهرية وتشغلني كثير من الوقت، ولأنها مسألة تنموية وشرعية ولا يمكن لبلد أن يتقدم إلا بعد أن يستأصل مشكلة الرق في البلد، لأن يعني الإنسان في عصرنا اليوم هو محور التنمية، هو أهم مكونات الإنتاج، ولن يعد نص المجتمع جاهل ومريض وتمارس عليه الرق المخالفات الموجودة معناها أن التنمية غير موجودة نهائيا. يعني هذا مشهور تنمويا وذكريا واقتصاديا وكل شيء، معناها الشلل لا يردان حتى في هذا المشكلة الاستقرار والتنمية. زين، لأنه هون والله هذا الشيء مستحيل يتواصل. لا يواصل. حتى لو حل مشكلة الرقم الثاني، إذا لو حل مشكلة الرقم معناها أن التنمية ما هي خالدة، ولابد أي محاولة لانتشال الشعب من هذه المشكلة لابد من مشاركة الجميع. مشاركة قادة الرأي، مشاركة الأحزاب السياسية، مشاركة العلماء، ودور العلماء بالنسبة لي دائما ما طرحتها في بلدي عن بلدي. الساعات النائبة تمشيت لنا شرب الحلول، احنا بعدنا نناقش المشكلات. معناها أولا هي مشكلة مطروحة، مشكلة تنموية واجتماعية وأخلاقية ودينية. شكرا لك. انتقل الان للاستاذ بكر مسعود رئيس منظمه نجدة العبيد، اهلا بك في استديوهات قناه الساحل ضيفا كريما. اشكرك على تلبيه الدعوه التي وجهناها لكم وتلبيتموها ما شاء الله بسرعه وبطيبوبه، هذا شيء يشرفنا زين عندنا، واضافه كريمه كذلك لقناه الساحل. قضيه الرق مشكله تؤرقك منذ فتره طويله، منذ طفولتك كما حكيت لي،
لكن في نفس الوقت البعض يقول انها كانت تؤرقه الى جانبك، هناك رفاق لك بالضرب ناضلوا معك في قضيه الرق، لكن في سياقات الحديث سياق الحديث معك عن قضيه الرق لا نجد الا الاستاذ بكر مسعود، نجبرك لا انت وحدك، الاخرين ما 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 ما, ما نرى عنهم خبر، وهم حاضرين يقولوا عنهم موجودين كانوا معك يدافعوا عن 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 العبيد ودور المساواه والعداله، ماذا تقول فيها؟ ما عنديش نقولوا به، يسولوا هما عنه، يقول اللي مات له ولاه بالرق لا يسولوا عنه، لماذا مات له ولاه به؟ طيب ما هو رايك في قضيه في مشكله الرق في موريتانيا؟ هل تم حلها؟ رايي بمشكله الرق في موريتانيا عنها روايه الشيعه وعنها ما زالت موجوده، لكن عن مخلباتها ياسري وبالشيعي ويعطون مخلباتها من حق من ظاهرة مراسة، لكن عن بعض من الناس ويقول عنها أن رق مات لخالد، وشفنا وطالعنا أن حتى الحكومة في سياستها ترقم الجميع أنه مات لي يتعرف به أنا خالق به، ما خالق قبيلة اليوم ما فيها الدعاية عنها، ما يرضى تتعرف بالعبودية فيها، لكن عنها هي موجودة فيها، موجودة على شكل ايش؟ على شكل الناس اللي ما زالوا يشتغلوا لعربهم من دون أجر، ما زالوا يسرحوا، ما زالوا في البل، وما زالوا في القنم، وما زالوا ينصبوا، وما زالوا سابوا يتخيم امرأة لابد لها من عربيها ولا عربيتها سامحها بالخيمة، والله هي اللي أعطتها لازم تخيم، هذا مازال خالق، هذا الأشكال مازالوا خالقين في جميع موريتانيا كامل. ومشكلة العبودية عنها رواية جاحدينها الناس، جاحدت الناس كاملة، لو ما يجحدها المسترق الخدم والعبيد هم هون بالدشرة زيد دشرة وبتشور كاملين غير ما هم واحد يقول لك أنه عبد الله يقبل أنه عبد، جاهدها وجاهدينها عربهم سيادهم جاهدينها، هم جاهدينها ليش؟ جاهدينها بها اللي ما لحد يقدر يتفخر بها، بها اللي هي شينة وهي هي هي ظلم، وهي ما عندها مبرر اليوم، يا غير نحن ما زلنا جماعه، ما زلنا شعب متخلف، ومازال بعيد من القرن اللي هو اللي يعيش فيه، من قد الفهم ومن قد الثقافه ومن قد مشي على ظاهره، من قد الدين الاسلام ما عندنا مطبقينه، نقولوا عنا مسلمين ونتفخروا به ونقول انا جامعنا الاسلام، غير نحن متفرقين والاسلام ما نم تبقينه، بين عندنا متبقينه ما نكذبوا ولا نقول ولا نقبلوا ان العبوديه تؤد بالهلاكات، ما زالت قرون من القرون اللي عقب رسول الله اللي ما زالت الى الان فينا. زين اعود اليك في سياق الحوار استاذ محمد المشدو محامي وكاتب، أنت كذلك من المشتغلين في هذا الموضوع، من المهتمين به حتى في أيام شبابك الأولى، أطال الله إن شاء الله أعماركم كاملة، ونحن نلاحظ من خلال ما يحصل الآن من نضالات في قضية الرق وما إلى ذلك أن أطرافا كثيرة من الذين ساهموا في تأسيس نضالي ضد هذه العبودية ضد العبودية غابوا عن المشهد، وبقي الرق بسياق طائفة واحدة كأنه لا أحد يناضل ولا يحاور ولا يعمل على انهاء هذه الظاهره، ما قراءتك لذلك؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. احييكم واحيي خالاتكم واحيي الله يحييكم المشاهدين، واود في البدايه ان اقول ان نقاشنا هذا الليله الله يعلمه متاخر بالنسبه للنقاش لعبد التلفزيون الوطني البارحه. نقاش عبد التلفزه الوطني البارح فيه قدم من الاخوه في موريتانيا ومثقفينهم، وكان قريب من شيء اجماعهم على المساله المطروحه اليوم ما هي مساله الرق في موريتانيا، المطروح هو المساله الطبيعيه اللي تطرح هي تهميش
فصيلة أو مكون احرافي للمجتمع المتكامل. يبدو أن نقاشنا الليلة متأخر عن الأربعاء. وفعلا احنا ما كنا حاضرين هكذا، احنا مؤسسه تلفزيونيه مستقله. الاستاذ بكر مسعود لم يكن موجودا. لقينا مفتوح، لكن موجودين، لقينا مفتوح الملاحظه للمشاهدين. شافوا النقاش البارح كاسمهم ولا يشوفوا النقاش الليله. اي تمام تمام. فيما يتعلق بسؤالكم اللي جبتوا واللي قاعد وجهته الاستاذ بكر صديق الاخ بكر، انا خلينا نقول الاختين عرفوا راسي بعد انا ما نمثل فئة من الناس، إنما نمثل المجتمع. قال المجتمع المثالي، عشت مثال المجتمع، عشت فيه مندمج، ونعرف نتناظر جميع خيامه، وخاصة خيام حاطينه الكبار، كيف بدنا نسميهم شيء، أي شيء، نحن نعرفه. ونوكل عنده الكرافة ونلعب مع تركيا البلاد بالمرزق مثلا، ولو بعد صعد السبيل غير بدون الكرافة البلاد بالمرزق الملوي للدم الشيخ العباس الشيخ المبارك المبارك الزامن خيام كبارات ما قد خاض فيهم الريق وهذا المجتمع هو اللي نعرف وهو اللي عشت فيه وكان هذا كله هذا شيء هذا منتصف القرن الماضي. في نفس الوقت كان رغم التحارب من التعايش وذي الكفالة حتى من خبية الشدة وضاعت الناس، هذا الرجال اللي هم اللي كنت أتكلم عنهم هم اللي رفضوا الفقراء سواء حاطين وسواء بيضاء، كانوا هم الرافدين الفقراء. وين شكروا وين قال لهم الغنى، كيف الغنى اللي قال له لا دغمي، بيدوا اللغمي معروف بن معلم وباغوا اللغمي عبيد ابراهيم، شيخوا اللغمي معروف بن معلم وباغوا اللغمي عبيد ابراهيم، ولا دغمي يعرف مكان محمد. والله ابوهم ما يعرف. حد يعرف انت ايش طلعت على ما نعرف ما نعرف. سكان مسكيكين. طار السكان مسكيكين رجال تتحلل رجال تتحلل هذا يقول لي جاي يقول الناس غذوني الحكومة دوني سدوا حكوني لبولي ناجيم وعلي زرقوني فوقات نقيم شيخ الله عمي معروف بتمعليهم وباهم الله عمي عبيد ابراهيم ابهم ابهم في السترة غطى ابهم في السترة ابهم جاب ابهم في السترة فاتب وعليها طب وجابه وراجب الله على يتم جابر في المجابر زين حتى رجال كبار مالين حاكمين الشيوخ ما قد خالد يمونه هذا هو اللي نعرف عنها من الحراب اللي هو المثالي فعلا نعرف هذيك الساعه زاد خالدي بقايا من العبوديه وهيك بقايا العبوديه هي اللي جابرنا في اطار شباب موريتاني وفي اطار نقبي موريتاني وفي اطار طلاع موريتاني اللي ورثت النهضه وراي النهضه نهضه ضد العبوديه غير جايين محمد الحاشي محمد صالح هو اللي يقول أين مني آذانكم العقول وآدميون تعبدون عقول ترى ذلك لبداية الستينيات سابق بعشر سنوات محقاني سابق قصيدتي أنا اللي إيه بدون من هالشيء تقولنا منها مقطع مقطع منها نقول لك ما قال نقول لك مقطع اوكي وكان يقول لي مطلع قصيدة اللي توضعته من تذكرون انا ما عندي علاقة بي ولا نعرف الاستاذ استاذ هم ذكر لي بشي ما نعرفه ولا هو مهم عنه ولا يقول عنكم قاعد كنتم لا شي من العراقيات عنه هو يقول لك هذا العراقيات لا شي من العراقيات عنه هو انتوا ما قد اخذتوا الصراع مع بعض ضد عبودية مع من؟ معه هو مع من؟ مع الاستاذ محمد هو تناظر ضد العبودية مجلس المساواة انا ما قد تناظرت معه
اسمع. ايوه تفضل. ماذا تنادى تسمع؟ اي شيء يثير للنكران مثل ملك الانسان للانسان. زين حط. كائنان تكونا في تساو ثم جاء الى الوجود سيان خاليان من كل عيب من كل ميز وعيب عاريان صنوان محتاجان. كيف تعطي الحياة ملكا لهذا؟ كيف تعطي الحياة ملكا لجاها لفلان وذلة لفلان؟ كيف يغدو هذا مليكا وهذا تحت ذل التعذيب والحرمان؟ زين حتى هذا الشباب هو اللي حارب العبودية في الستينيات وكانت عبودية منتصرة خصوصا منتصرة في الريف. لماذا منتصرة في الريف؟ باللي خالق شيء قالوا الاقتصاد الريفي وخاصة بمجال الرعاو. مجال الرعاو هو اللي كان خالي لبي أساسا. ناضل الشباب اللي تساعد العبودية ومبكر أستاذ بكر كان معانا في النضال ضد العبودية تماما. العاد هو ناكله والله بنكره ما بنكره ولا بنكره. كان معانا بكر المسعود وكنا كان معانا المرحوم كان معانا المرحوم سيد احمد فايل بن سلمان كان معانا المرحوم وقوف كان معانا سلاكه اطال الله بقاءه كان معانا ياسر من الشباب اللي وطليعه اللي نقول كانت شباب ما هم حراطي ولا هم عبيد شباب من الليبرات تنكروا اسمع تنكروا هذا بدأ من 64 إلى منتصف السبعينيات. هذا كذب يلي أنا من 64 إلى السبعينيات ماني موريتاني وهو كذاب. إذا سأعود إليك وسترد عليه. شكرا لك. أنا إلى 14 ماني موريتاني. من 64 من 64 إلى 74 ماني موريتاني. سيد الرئيس لا يعرفون رجعوا لك لا يجلسوا. تفضل. أيوه تفضل. جزئية. خلي عنك يا شيخ. تفضل. سيد بكر المسعود هاي الحركة اللي تكلمت عنها في بداية السبعينيات سيد بكر المسعود فيها وسيد بكر المسعود في بداية السبعينيات 74 75 موجود هون في مدينة وسيد بكر المسعود لقط مكتوب تقول 64 سيد بكر المسعود وقال 64 بدأت الحركة 64 إلى منتصف السبعينيات إذا قلت واضح طيب تفضل ونحن من الأغاني الساعة شعار أنا قدك وأنت قدي ماني عبدك ونحن هم الزراعه لغه شعار انا قدك وانت قدي ما من ضدك ما انا ضدك ضدي السيد بكر المسعود يعرف ان ناظرنا معا وانا من نفسي في تويت وانا مستاء واحد الاساتذه بدنا ليله صعبه حاسين السيد بكر المسعود وموه وتذلها تذل حد يهددها من راح حاسين من الجمال حاسين من اجل ستجد فرصة تسترد عليك. لا يرجع لك. لا يرجع لك الدور استاذ. اعطيني جواب. شوف. ايوه كلمة واحدة. كلمة واحدة يا رجل لا يجي اي جي اي تجبر الدور لا تجبر الدور شنو معناه انت تعطيني نص ساعة كاملة لا يرجع الدور لا يجلس استاذ استاذ ساموري لا يجلس استاذ ساموري لا يجلس استاذ ساموري معلش معلش استاذ ساموري يقول استاذ ساموري لا يتوجه في السؤال في السياق هنا وفي النذر لا واحد وضح النذر احنا ما كنتم قاعدين هنا يتم هذا النادم يقول اللي يبغى لا يجيك الدور لا يجيك الدور ترد عليه تسال على مجلسك عمالك نامس عني انا ماني جاي العراقيات لا سترد عليه الرئيس ساعه الرئيس يرد عليه لا ترد عليه لا ترد عليه بس يرد عليه باش بس نقبل ولا باش يقول لك عنا 74 لو مرحره اي وراك أيوة. ربيت عليه راك ربيت عليه متخلطين عليك العيال ربيت عليه يا اصحابك تدوع عليها استاذ ساموري زوجتي انا ما قد لا يجلس استاذ ساموري لو لونها سيد الرئيس لا ترجع شوف من العراقيات ما مو سالم على كل حال انا نصير عفوا معلش لا تك سؤال هذا لا عاد ماشي انا واخذ عنك لا هذا الكلام ماني قابله خلاص انا ماني مبين ما بقول معه تحفظ عليه شنو يبرتكوا تحفظ عليه اعطيني اتكلم لا اوكي انا نيجي استاذ يرجع لك انت نيجي استاذ ساموري يرجع لك تطمئن انت جاي دور تزير شعوري انا لا لا حش حش سياسه هاي مي سياسه استاذ ساموري سيد الرئيس تعطينا فرصه شوي يرد الاستاذ ساموري استاذ ساموري
احنا هون جايين اياك بالتأني واللي شدوا اياك هذا يقول لنا شمنا سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سترد علي سترد علي سترد علي ايوه اعطينا فرصه يرد السلام وجوبك ان شاء الله تعالى اطمئن ما عليه ما لقيت توفي لا يرجع لا استاذ ساموري الميثاق الذي تم صياغته بعد الاجتماع الذي تم مؤخرا في دار الشباب القديمة كان نتيجة حوار ونتيجة قدر من 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 من, من المداولات بين مكونات فئوية مجتمعية عديدة فيها الطيف السياسي كامل والاجتماعي والثقافي ومختلف المناضلين وانتهت بوثيقة نشرت في الإعلام وكل حد يعرف تركاتي الطالب بالمساواة وتعدد قدر من حالات الغبن والتهميش لهذه الشريحة الذهية. أنت كنقابي ومارست العمل النقابي لفترة طويلة من الزمن والسياسي كذلك هم المهتمين موضوع الريق شهد تاريخيا ما يتعلق بالسلط السياسية لمرت الأمريتان شهد قدر من التحولات. ابدأ بالمختار الدرداه اللي كان يحاول يخلق دولة وطنية من فهم الحكم العسكري ونذكر هيدالة الرئيس هيدالة الذي حرم قاعدة ظاهرة نهائيا وتم الإفتاء بتحريمها وكان فيه ساعة شبه عقوبات انطرحت الموضوع له إلى الآن تم تفعيل هذا القانون وعاد فيه تجريم وعاد فيه عقوبات وعاد فيه سجن إلى آخره. ظهر الله الموضوع عاد إلى حد ما متجاوز شكلا غير رأي غير شكل غير تم ظهوره في الواقع الغبن والتهميش والظلم. ما هي الطرق الأنسب من خلال الوثيقة اللي وصلت لها الطرق الأنسب للقضاء على مخلفات الرق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ إيش مطلوب من السلطة وإيش مطلوب المثقفين وإيش مطلوب المجتمع؟ شكرا. أولا استعبق نتكلم الاختيار بعد ما تعدلوا اللي عدل التلفاز الموريتانية البارح باللي الحوار يلا وتفهم نوع من 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 المساواة اطمئن انكم دوكان من يقعد وحدين ينطالهم الوقت اللي في الحق يجاوزوا فيه وحدين المحامين دائما المحامين دائما يحرجوا الناس هذا ما هو ما المحامين دائما ما شاء الله يعرفوا كما يسيطروا على حتى اللي نقابين يعرفوا غير غير ما دريت ما الله حشم ما الله ما يخص ما يخص سؤال على كل حال شوف احنا منين اللي قباطلي من عند حقبة ولد عداه نقول لأنه الدادة هو اللي انطلقت منه مهرنا النظام الاستبدادي الإقصائي اللي مبني لحرمان وإبعاد فئة من فئات الأهم في مكونات المجتمع الموريتاني اللي بناها على القبلية وبناها على أولاد الأخيام الكبارات وبناها على ذاك فلان والخيمة الفلونية هو اللي يجي ودارهم هم اللي في الوزراء وهم اللي وزع عليهم المناصب وهم اللي كرم وهم اللي طاهم الخطوطة. هذا انطلقت عليه الدولة الموريتانية الحديثة بالتعامر مع الدولة الاستعمارية اللي سلمت السلطة لمكونة واحدة لطبق من ذهب وذوك ساءوا استعمال السلطة اللي هي بشكل مفرط حيث لأنهم احتكروا كل شيء فيها من الثروة من النفوذ من لجميع المناصب. ما يخص قضية الرق هذا نظام الدولة نظام مقفول ورافض للتغيير تغيير مهرن نظام يوصى نظام الدولة مجتمع نظام الدولة ونظام المجتمع به اللي نظام الدولة قائم على نظام مجتمع مبني على مجموعة من مجموعات الوطنية احتوت والله مولي اختطفت ذي الدولة والله اختطفت ذي السلطة وعدلتها دولة خاصة مرقب مكونات الأخرى. هون النظام ذا هو لأن ذا اللي قالوا الاسترقاق هم اللي رسخوه وهم اللي خلقوا المناخ الملائم لتطوير ونمو
به اللي الخيام كانوا يتفاخروا كلها بذاك اللي قدام خالفتها من العبيد، وكلها ترحل بذاك اللي تقدر ترحل به من الخدم ومن العبيد. هذا كان هو هي 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 هي, هي, هي الثروه، وكانت هي الوسائل به اللي ذا اللي قالوا البيضان كان عنده يميزه تخص به. هو ذا اللي قال له أقداش، ذا اللي قال له الانتاج ما يعرفه، وذا كامل يعدلوه بالعبيد حتى حد يشرب ما يقدر يشرب ما هو مسقي. اذا العبيد كانت روايه كبيره عند ذيك الناس. هذا كان ومازال به اللي انت منين تلاقي تحرر لقاش ومئة السلطة دولة الأم خلقت، يا الله ذا اللي يتعدل يقود بقواعده. أنا قبلت قرار ياك نحرر مادة، يا الله ذا القرار يقود متكامل، يقود جانبه الاقتصادي وجانبه الاجتماعي. به اللي رقاش قال له يمشي، هو أمي هو متخلف ما وآون ما وأطر ما وعدلوا له مهرن بليدات يستقبل فيهم، ما نطالوا دعم ما نطالوا عون ما نطالوا صيفة، يقود هو من نفسه قد يستقل بشكل فعلي أن اللي كان يخدم. هذا معناها أنه قال له أنه لا يتم اللافهم. ثانية، إحنا في ظل الدولة دولة الأم دولة الحديثة ينقال لنا رغم لأن إحنا بعد جاد علينا لأن ذا اللي قال له الرقف مريتان ما عنده أي مصدر شرعي يبيحه يا غير وعدل، رغم أيضا أن مجتمع 100% مسلم يا غير استعبدنا الناس بدون طرق شرعية، كلنا مالهم وكلنا دمهم. به اللي ذا اللي قالوا تركة، هذا اللي نتكلم منها ما عنده أي شيء يؤسس له، ما هو لأن وحدين طهروا وحدين وعادوا يستقلوهم. هذا اللي حصل ينقال لأن لا يعد الفتوى في شأن الرق، ويؤذ الفتوى معناه تقييد والله تعطيل من أي حل أو أي إجراء من طبيعته، لأنه يقير الواقع بحيث لأن ينقال يا الله يعوض للملاك العكس ما كان ينبغي أنه هو ليخلق ملاك. استغلوا مد استغلوها بصفة ما هي شرعية ولا هي قانونية، يتكرر ويؤودوا ينقال عنهم أيضا يعوضوا. هذا يعوضوا كيف يعوضوا عنهم؟ إما أن سابق ما تم تعويض لهم أن الحرية ما تم، تعوض لهم عن ايش؟ يعوض لهم عن الأبيد اللي له يحرر. وهذا كاتي من من هذا قالته الدولة الموريتانية وقالوا علماء موريتان وقالوا فقهاء موريتان ومشاوا له. هذا احنا نعتبره انه حقا مثلا اساءة كبيرة لينا. تكلمت قبيل شرط على قضية فئوية، قضية ذا اللي خلق يوم وذا والميثاق فئوية ما نعرف مهرن أنا شايف أستاذي خرص الوقت اللي هذا كان يعدله البارح ليه تعطينا مختصر ونعودنا رجل الأستاذ أنا ليه أنا ما بتجاوب مستر ما فات ما تكلم سؤال ما بتجاوب لا يعني نرجع لكم حنيني جاوب حنيني أعطي بعد شوي تفضل شوف تفضل بعض وقت تقع تفضل ما أنه قاعد أنا رافض ذاك. شوف هذه المكونة اللي قالها الحلاطين واللي الناس كاملة ترمي هذه الفئوية وهذه والعنصرية وهذا هي تشكل ما يزيد على 50% من المجتمع. هذا إحصاء معروفة، هذا الأد ما إحصاء، هذا هو اليوم المتداول. منين اللي قد العكس ما يصح، بس الأقليات الأقليات ما يقدر يطبق عليهم الفئوية، والأقليات اللي عندهم مرن ممارسة السلطة بشكل ايضا غير شرعي به اللي ما دامت اقليه ممارستها الشرعيه للسلطه ما هي شرعيه. اذا ان الحلاطين هذه الفئويه ما يلا تنطبق عليهم. ما يخص اللي حصل هو اجماع الحلاطين لا عنهم حلاطين، اجماع الحلاطين لا عنهم عندهم ما يميزهم عن الاخر.
إجماع الحلاطين أنهم عندهم مشكلة في المجتمع الموريتاني. إجماع الحلاطين أنهم يرفضوا هذا الواقع اللي هو. طيب. إذن أن هذا. طيب الوثيقة قدامين دورنا عقب نرجع لشي منها. لأن توجه الأستاذ محمد سالم البنبا مثقف أستاذ هو وباحث في جامعة نواشوط وعمدة بلدية تيارت. الوثيقة طلعت وليها كاملة فيها قدر من الغبن بينت الوثيقة وتبحث عن حلول تلمس عن حلول للغبن اللي هو. والأستاذ ساموري قال أنه فيه إحصاءات متداولة على أن شريحة الحلاطين تمثل 50% من السكان وهناك فئة هنا قلة هم اللي ما هم قابلين نهائيا لمساواة التخليق. أنت كمهتم بالموضوع اللي هو زاد أنت وتقول أنك من ضمن الشباب اللي كانوا يناضلوا ويجاهدوا في الموضوع تقييمك للوثيقة شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم. وراني طالب أنا منك بعد عنك ما تطول حتى باش نرجع للرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم. ثم ليت قبل ساعة ونص ولا ذاك دول تتكلموا كاملين اطمئنوا. بغض النظر عن الوثيقة وبغض النظر عن كل الوثائق الأخرى المنشورة في الساحة ما فهم نراء اليوم في الساحة من معطيات أساسية لا بد أن نتوقف عندها في مسألة التشخيص. مسألة التشخيص الناس كاملة متوافقة على أنها ما تياها مخلفات والخلاف يقع في تقييم الناس بين وجود الظاهرة وبين بقايا ومن حين لآخر هاي البقايا للأسف تكتشف وتظهر وموجودة ولا يضط حد لا بيضاني ولا حطاني ولا كوري ولا نتيس يكون يشعر بالخجل ويشعر بالإشمئزاز عنا في القرن 21 مثلا نتحدث عن هذه الظاهرة داخل المجتمع نتحدث عن بقاياها ولا نتحدث عن مخلفاتها غير احنا كجيل حالي ما لنا مسؤولين عن هذه الظاهرة ولهذه الأجيال اللي سبقتنا في النضال قامت بأدوار مشهودة ومعروفة. أنتم ما كان شيء حالة مسؤولين عن تاريخ الظاهرة. قلت بأن هذه الأجيال اللي سبقتنا قامت بجهد يذكر فينشكر. أنا من تيار قومي تلقينا في شبابنا وفي تكويننا أول وثيقة نكون عليها هي أمراض المجتمع الموريتاني. وأول مرض نكون عليه العبودية والقبلية وغيره. هذه المراحل من العنفوان والنضال تقلصت في السنوات الأخيرة وتقلص ما كان إحنا نربينا مع شباب من الحراطين ومن البيضان ما نعرف قبائله ولا نعرف جهاته نعرف لا عن الموريتاني ونعرف عن الأمور اللي تمثل حرج بالنسبة للتقدم هي أول شيء نتكلم عليه هي الأمراض ولا يعبرنا عنها بظاهرة يعبرنا عنها لا بأنها مرض وعن هذا المرض يضي يتجاوز الواقع الراهن مخلفات بقايا هذه المخلفات أو البقايا الآن وعد الإطار قانوني أرفع شيء فيه الدستور ليجعلها جريمة ضد الإنسان وقوانين تجرمها ومؤسسات مدنية موجودة ومؤسسات رسمية عادة قائمة المطلوب اليوم هو جهدنا كمنظمات وجهدنا كمثقفين ينضم لمجهود الدولة ونخلوا عنا تسييس القضايا ونحاولوا عنا اليوم ما تفهم ما تياش مجهود ولا تلات القضية نقاشنا في مراحل معينة كان مستور احنا الآن عند يالتنا ننتقلوا إلى المرحلة اللي تعود العبودية تدفع الناس شورى أي ظاهرة تكتشف منها كيف ما تدفع شورى أرقاش قال سارق سارق هي جريمة ومن أين ينقال جريمة معناها أنها يالتها تعود مستورة ويالتها تعود مخفية ويالتها لها يرتاغ ويالت المجتمع كامل يتكلم عليهم الآن من أين ينقال إنشاء بوتيقة لا يدو ذا تتفتت الناس كاملة شورى وتقول سارق سارق وتبات صارعوا إلى تكلم نفس المجهود ونفس الحماس المجتمع كامل يا الله يعود في اتجاه هذه الظاهرة الماء يا رب تتلات عود فيها إحنا الآن مجرمين مجرمينها ثقافيا ومجرمينها فكريا
ومجرمتها قوانين وعار وشينا اللي يالطو يكلم عنه الصيفة اللي جند بها المجتمع كامل ومثقفينه ومنظماته مع الهيئات الرسمية اللي بدأت تعالج هذه القضية وتعتبرها هم رئيسي وانتشئت لها وكالة من أجل معالجته ومن أجل القضاء عليها. هذا هو الجهد اللي يالطو نسعى له في الوقت الراهن. شكرا لك. نعود للسيد الرئيس بكر مسعود. هذه الوثيقة اللي طلعته انتم طالبوا فيها شخصتوا فيها المشاكل والغبن والظلم اللي خالق مطالبكم انتم. انا اسمح لي نفهم. تفضل. اسمح لي اني نقال شيء يعطوا لنا انا نعلقوا عليه. انا نبدا وزعنا العمل بالحاله. تفضل. خلينا نعلقوا على ذلك. تفضل. تفضل. ما في مشكلة. لا لا علق براحتك. لا علق براحتك. تفضل. يعني تطرح لي اسئله واحده وكامل عندنا ليها وجهه نظر. تفضل علق براحتك. علق براحتك. يا غير ما نعود كلنا. تفضل علق براحتك. هم نقول بعد قاع انا العبوديه خلونا من الكذب وخلونا من النفاق. العبوديه ما قلنا عن البيضان كامل بأبيده اليوم ولا قلنا عنها كل 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 خيمه من البيضان عندها بيت كما نقولوا. قلنا عن العبوديه ما زالت موجوده كممارسه ومخلفاتها ياسرين ونقولوا لماذا بين اللي شاهدناه ما نقولوا بين اللي عزت نقولوا ولا بين العزة نعتوا عن البيضان بعبيدهم هم الحراطين بعبيدهم والكوار بعبيدهم. هذا اللي احنا نقوله وهو قناعتنا بين اللي شفناه وشاهدناه وشاهد كل حد. يا غير نقوله عن 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 العبودية مع الأسف حكومة موريتانيا ما هي قابلة عنها موجودة ما هي قابلة عنها موجودة وجاهدتها والقوانين اللي قبضت يشهدوا بوجود العبودية. قانون تجريم الرق كيف تجريم السرقة وكيف تجريم شراب الخمر هذا كله مجرم وقبض جريمة وجرم الرق منع عن الرق موجود وقد يجبر ولين يجبر يعطوا يعرف عنه خالد ويعطوا يعامل كجريمة وملاه اللي معدلوا يعطوا يتابع وينحبس. هذا معناها عنه هذا يخلق هذا يخلق منه الا المؤامرات من بين البيضان من بين حكام البيضان ومن بين قضاة البيضان هم اللي يقمروا جرائم. كم من حاله من العبوديه جبناها للحكومه وجبناها للمحاكم وهي الناس اللي يشوفوا الصحابه تنحبس تنحبس خليني وفي هلا اطرح لي سؤالته شنو؟ هاي الناس اللي يشوفوها تنحبس هناك ما نحبس نحبس انها ايام وينقلص نحبس ايام وينقلص ينقلص في كفاله كفاله ما نعرف قاعد تقول كفاله تقولوا كفاله شنو؟ قضيه قانونيه عندي انا قاعد قضيه قانونيه كفاله بضمان محلي قامت ضمان محليه كانوا يقولوا طير وقط ينقلص بالنعمه ويقولوا عنه يمشي ويتماشي ولا ولكن يجبر انه يسول عنه ينقال عنه مو هون ينقال عنه شور مالي ويطلس هون في نواكشور في ليبرتي بروفيزوار ما قد نحكم على مجرم مو واحد والحسين دار عليه عامين ولا فوت منهم مو عام وانطلس. هذا قدو نحن مسؤولين الناس اللي تقول لنا عن العبوديه انها وكافحت حل الحكومه. الحكومه ما قد كافحت العبوديه ما قد كافحت العبوديه ولا قد صندري بوليسي شرطي ولا دراكي قد جهاد قضيه عبوديه ولا قد حاكم جهاد قضيه عبوديه. لماذا العبوديه شوفه ويجيب لا المنظمات بها اللي المجتمع البيضاني هو اللي مقطع مجاهد ولو قابلها ولو قابل يجرم حد من اهله. قضيه الحراطين وحد نتكلموا عنها تكلمنا عنها تفضل. يقولوا عن الحراطين مهمشين ومقبونين ويقولوا البيضان عن الحراطين لا هي منهم ويعطوا ما يفرقهم حد وعن لا هي فيه لا تحت فراق الحراطين مع البيضان وهذا مو اللي كذب ومن نفاق من الناس اللي كيف تقول اللي شتوا مو اللي يقولوا ذا الكلام.
يقولوا أننا من نفرق البيضان، إحنا ما نفرقين حد، نحن ضد الظلم ونحن من المظلومين. يا غير ما نقول عن البيضان كانوا ظالمين، يا غير يا غير المجتمع البيضاني هو اللي قابل الناس كامله وقابل بعد قاع الحراك اللي معه. الناس الاخرى الغابه منهم. قابل الكوار ماني جاحد باش، انا ماني خايف من حد باش 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 بالعنصريه باش باش اي عنصريه. شوف حنيني باش هاي جماعه، هاي جماعه بيضان كامله. لماذا؟ احنا ناخذ قضية الرق بالنسبه للحراطين. الرق يعني موريتانيين كامل بالنسبه للحراطين ثانيين ولين نجيبوا مولي الفلاح لا يعود الرق قاع الرق يعني الناس كامله، الرق يعني الناس كامله والناس يعني الكوار وين يجيبوا رين يجيبوا لك ولا يعود الرقم تم من اللي تحدثوا عنه بيك اللي تنابق تنابق الكوار هي اللي نابق والله اللي تنابق نابق. على كل حال انا تقبل منك هذه، تقبل منك هذه المساله. انا قاعد وافي من قضيه انا الكوار. انتم لماذا تمشوا عنه؟ لماذا تمشوا؟ تهون قاعد هم قدام على البيضان. أنا ما ندافع عن أنا أطرح حقيقة. أنا ما ندافع عن الحراتي. أنا أطرح حقيقة. حقيقة. شو سيد الرئيس أنا أطرح لك أطرح لك حقيقة قدامي. تقول نامس على قطعي العبي ما تجيبني هون. يا جبني هون وراني جاوب. قلت لك أنك أنت دافع عن أصحابك. لا بالعكس أنا راجل مكبوتوه من الميثاق ولا ندافع عن 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 فيها. والله يبارك والله. غير دوره تو في النهاية نوصل الحلول. قلت لك على الكوار فيهم العبودية. طيب. قلت لك على الكوار فيهم العبودية. طيب سأعود إليك. قلت لك على الكوار فيهم العبودية. لا قلت لك عن الذين يجيبوا لك ولا تظهر العبودية متن وتوف. لماذا؟ لماذا بالبلد؟ هذا مو مهم. هذا مو مهم. هذا مو مهم. امتن. امتن. امتن زاك. ما هو قارفين. أعود لي أعود لي. ما هو قارفين حالي قاعد عبودية متن في الكوار. هذا مو ما يقرر فينا. يعملهم متن في الكوار. يعملهم متن في الكوار. يغير العبودية خالقة. والكوار يعطون أذوهم. تلبس. يعطي تجيب الناس كاملة. جيب الناس كانت كلها ضريبة. بالمناسبة احنا يعني الأسطورية 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 ذهية. ايوه شكرا. الأسطورية ذهية. عندنا برامج عديدة بالمناسبة بالمناسبة الوطنية نناقش فيها من هذه القضايا. نقول وش شدوا هذا؟ أني أنا صف 14 ما نعرف وش شدوا. ما نعرف وش شدوا. ولا عاد قاعد مولاد خيمتي كان يقومها يقوم كان مولاد خيمتي صاحبه مصطفى ولد بيت الرحمن قال مو بكر المسعود. مسؤول عنها. شكرا لك استاذ اطلبت بوت وقت لتسجيل ساعات النائب. احنا لا طالبنا بعداله بالوقت. ماني واحد انت ما عرفتوا لي جبت له هنا فيه غير وزع الوقت بين زملائك اللي معك. ما نوزعوا تقبلت وقت تقول توزعوا انت تقول لي شدوا نهار كامل. اعطيتك نهار كامل لو تكلم سيد الرئيس. ما اعطيت نهار كامل سيد الرئيس. ما اعطيت نهار كامل ساعات النائب نرجع لكم. قطعتني لا حول ولا قوه. قاطعتني ولا كنت تناديني يعطيك قاطعني السيد الرئيس. لا تناديني يعطيك قاطعني السيد الرئيس. اعطونا فرصه يتكلم ساعات انا ما اسمي الرئيس انا اسمي بكر المسعود. الاستاذ بكر المسعود. قول لي بكر المسعود. بكر المسعود لا غير في الرئيس. اعطيني ساعات النائب يتكلم. اعطيني ساعات النائب يتكلم. هذا عاد صعيب. بيجي تولي ساعات النائب. تول تي في ساعات النائب. احنا الان نبحث عن الطريقه للقضاء على مخالفات الرق. ما هي افضل الطرق للقضاء على مخالفات الرق؟ أنا بالنسبة لي كل شيء بعد الجلال وين يعني شاكل الحوار يدور كل شيء والله. يعني لا وقت واسع. بالنسبة لي قناعتي الشخصية أنا الرقم زاد موجود. ممارس في البلدات ما بقول لك على المعان ولو بالشكل كان قديمك ساعة من عبد يقبض. ويدار فيها اسفل ويجر ويعذب ويبدا يقدر يقدم ويقول نشهد ان يعلم مزال الجنوب هم الثاني تمارس فيها الله الله انا مزال موجود ولا الله شو انا في حد قاسي ما ناكل ما ناكل احد اذا قلنا على ان الله خالد هم الثاني كيف ارضي احنا ندور لك افضل الطرق للقضاء على مخالفات الرق شنو هي؟ يقول السماء مثال المخالف وقال هذا فرض ما قال كيف ارضي سجاني اذا قلت هذا ان الرق موجود ولا ما موجود ما هو جايب منهم جايب من الرق نتائج البحث هي اللي تصدق كان الرق موجود ولا ما موجود الرق موجود على المخالفات ومخالفات شديده جدا ولازم نهائيا بالنسبه لي انا شخصيا ان فهم اراده واضحه هامه تعالج الرق بشكل جيد جدا هي الوكاله اللي وعدت ما هي اراده هي جايه لا يجي بعد قال البرلمان وخاص قال خصصوا مليار و100 مليون لقضيه على قضاء المخالفات الرق وعاد ذاك عاد مليار وعاد ذاك عاد 900 مليون ميزانية 2012 فيها 900 مليون لمخالفات هذه المخالفات والفوضى اللي تخصص سنويا تنداب الميزانية وفي سبيلنا ما نعرف سنية احنا ما قد سبنا دبي معين ولا قد سبنا مدرسة معينة معادلة معادلة دعبيد ولا قد سبنا
أرباطي قبل التحالف ولا تصبحوا مستوصف معادلهم من هذه 900 رجل الموجود. إذا قال يتم استعاده خلال السنة وتغذلين أنا قبل كم ثاني واسع بعد رهلك ما قلت تحصيل اللي عند الكام؟ ولا نطبقوها كل الرجال يقولون من الرقم ما موجود من الثاني يشوف ذا سؤال ما مشهور يا الله سيئة ولا هي ساقية ولا هي موجودة في قاعدة سامي البوي إحنا أحمد دولة تيموكتي اللي هو موالي 1956 بقادة السنة 9 قال أن مجموع الناس المفترقة هون في الأرض استيطاقهم الخالصة ولو أن كانت هي مجموعة معينة يستيقظون الغارات القبائل والذرية ونقومهم محلين الكفار واستراقوا قال أن يختلط الإلقاء مع بين أحرار يغتب الأمر العصي والحبيب وقال العلماء كاملين نعلن من أجل الاستراق وعادوا قالوا أنهم يتغذون حرب معلنة بين الكفار المسلمين والعائلة والمسلمين كاملين لا يقدر يتأثر واحد يقدر يستراقوا ما قاعد عاد المسلمين يوفوا ما تلقى عاد المسلمين يوفوا يا غاية هذا القدر الدماغوجية وهم قدر الناس يقول أشياء اللي ما يخالف أنا ما نجاح شعام ما نخالف الحكومة ولا نخالف حتى الله أي سنة يتعامل مع الله ما في حد من واحد يجتهد إنه ما يعرف الفيلم بعض المراسل فهم واحدين مجال يسترحوا في البيت وفهم واحدين أرامهم يقول الخلوات وفهم واحدين هم بالواتفهم حتى عندهم واحدين مجاهدين معدلين أي مشروع أي مشروع لا يعدل تنقل في فترة زمنية معينة افتراض لا يعدل تقريبا هذا العام لا ينقل الى رغم تأسيس سنة 2005 لا يقول مصادر البشرية عن مشابهة أتباع كبرى لا يقول هم مادل مصادر مالية دائما إليه يقوموا هيك ونديروها وتقول خالي المضمون جيد الشكل جيد والمضمون ما هو خالي أنت ولي مالك هو كهذا المسؤول السنين بها هم اللي واحد اللي رقم 70 هم اللي بس عيد هم اللي يعرف منين يعرف الدبائن الخاص من المدرسة ويعرف الدبائن الخاص من المستوصف ويعرف الدبائن الخاص هو الغذاء وكل البيت اللي الطائرات اللي ما نبي واحد ما يعرفها ما نستشعر الناس اللي يسألوا وين الدين في العلم ما نستشعر الناس اللي يعرفوا انها عندها احنا عصرنا اليوم هذا عصر التخصص انت كبر لما نعطي جزئيه هذا لا جزئيه في السياق تفضل عصرنا اليوم عصر شنو قالوا التميز وتعدد المهارات لا تعصر التخصص معناها المدني لا تنشي ما تعرفه النتائج ما يجي ايوه انت كبر لما قلت له تضيق جزئيته انت كبر لما الدول لا تقاس بالافراد وعمرها ما عمرها فرد ان انت تعدل استراتيجيه معينه معناها الاستراتيجيه تعود اما طويل في المدى او متوسط في المدى لو استعانت بالاستاذ بكر مسعود في الموضوع اليوم وهذا طيب ويلا لكن الى جانب استراتيجيه قائمه على احصاءات وقائمه على دراسات من مكاتب مستقله هذا اللي تقارنه بوجود فرد رجاج والله يلا لا ما بقدر هذا الاسترقاء عند جاسم الناس كانوا عليه وتعب هذا انا وصلت مستشارها انا على سبيل المثال مستشارها ثانيا انا اقول لك القوانين تقول لان هذا القانون على مستوى جريمه انسانيه قانون من 1848 اللي فرنسا مستعمرات لهم كامله ما القوانين متوالي 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 لين وصلتوا لنا حنهم واحنا من 1960 صارناها في الدستور ومتبادلين معها الى 2007 عندناها جريمه رفعناها جريمه حق الإنسان. يعني القانون دائما متقدم القانون على روح الممارسات. طبيعة البشرية بشكل عام. القانون دائما متقدم. نحن لا يقول لكم أن الاستقرار ما يحل من الجانب. إليه تخرج بتواسع على أنا طلبت من الوزير وكان طبعاً من وضعنا. وطلبت من هيئات تستشعني هو. إليه ما يخرج بتواسع شرعي على أن الاستقرار ما هو خالد موريتاني. وتبين صورة موريتانية على أن ياسر من الأحاد من عندهم الآيات اللي حطوها في الإنبوع على أن الرقم ما هو موريتاني. يقول لك على نتفلت
ياسر من أحد من الآيات كيف ويبين دور العالم يبين العلماء الفقهاء في ما هو حال الصور ومقاصد الشرع واحدين ما يعرفون ولا يعرفوا تحقيق ما يعرف احكام يلا يبينهم ان يخاف من زيماري تحصل 200 البوبيه السنه في عيال ما بشي وتمشي بها صور ولا والله صور اخرى يعني حرام بس لما زالوا في الحاله يا العلماء مو ما ذكر هو الى بدا ولا مساء ورثة الانبياء نعم ولا يحسن احد الا الله يلا يقولوا لي سيدنا ما لازم صلاه ويقول له سيد ابن باشي ما هو ويبين له حتى في العده مازال واحد يقول له صلاه الحرم وما زال قال عوض ما من صلاه يوم العيد وما زال الى الشهر الماضي كان سايب حاله مره لا يقدر تنعقد يقول سيدنا كان حرام ولا طيب طيب احنا ما ريت ما ريت سبل القضاء على مخالفات لك وتيجي تتشرح لنا احنا ولا هنا قبل ارجع لك يعني قبل نرجع لك سعادة النائب بضغط وقت الإضافة شو احنا أستاذ احنا تعطينا آليات القضاء على مخالفات الرق في نظرك هي شيء أنا لا نعطيك مجدد في وجهة نظرك آليات القضاء على مخالفات الرق والتهميش لا نعطيك مجدد أولا تقول أن الرق كان خارج أمريكا كان خارج فرنسا كان خارج العالم كامل كان خارج موريتانيا ممنوع زال تدريجيا حسب تقدم المجتمعات وكان خارج مصر وكان خارج روما وكان خارج كل بلد يغير حسب تقدم المجتمعات فرنسا ما تقضي فيه شنهاية حاجة قبل نص أمريكا كذلك موريتانيا اختفى فيها الرق نهائيا لم يعد موجودا اختفى لسببين واحد النظام القائم نظام ديمقراطي مساوي للمواطن الكامل أمام القانون الثاني المجتمع الموريتاني مات لا تمارس فيه العبودية مات لا تمارس ولا حكم للكثير ما هم إلى عادي قد إلى عطى واحد وقلنا لهم طرحين سؤال قلنا لهم يقولون كم عدد الرقال حاسين بهم وهم يتجدوا كنا مستعدين للوضع باسم ندافع ونمشوا معاكم نحرضوا للرقال الذاكري غير ما يعرفوا هم منين ولا هم خالقين المجتمع المغامرين المغامرين ما راح يحدثون المغامرين 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 هم فروس بعضهم من الناس يلا ينحل اللي فروسهم ذكي المشكلة اسمع هاي الوحدة رغم الخريج يقول باقي 10 دقائق اسمع هاي الوحدة المسألة الثانية أنت ليتك بعطيه جاب وتعطيها دول السعادة ما إليه طبعا احنا العدنا اليوم والمشكلة العدنا والمطروحة عندنا هي فعلا وأنا مهني أراسي ومهندل الخلطة بهم اللي الوثيقة اللي طرحوا النظام معناها تخلي عن ما كان لديهم ونمشي إذا اللي طارحين احنا طارحين طارحين القضاء على التهميش في الاستحراطي طارحين تماما في كل بلد وكاتبين عنه سمعتني اهلا وسهلا ايه القضية قضية الرق لما انا قاعد يتفهموا في الموقع ايه القضية قضية التهميش الاستحراطي اهلا وسهلا آليات القضاء على التهميش طارح قضية تهميش الاستحراطي اسمع هذا الكتاب صادر للواقع 4 سنوات أعطينا أنه لا في المجال السياسي يجب أن تضع الدولة بمشاركة خبراء ميدانيين سياسة وطنية مستقلة هدفها ترقية ودمج الحراتين من الأساس وسياسة بهذا القدر من الأهمية يجب أن تمليها المصلحة العامة للشعب الموريتاني بدل أن تكون نابعة من إملاءات الدول الأجنبية وجماعات الضغط التابعة لها فمعضلة الحراطين لا تخص الحراطين وحدهم بل هي قضية تعني الدولة والمجتمع والنخب وكافة القوى السياسية الوطنية في موريتانيا وهون طرح قضية المؤسسة اللي قلنا شنو هذا المؤسسة اللي خلال ايوه اللي عدلتهم
قال لك عم المختار الداري ما عدل شيء بحراتي ما عدل منها استقلال موريتاني واللي خلق موريتاني من الإنجازات هو صالح الشعب الموريتاني كله بما بين الحراتي من فرمان صالح الحراتي سمينا صالح الحراتي التقدري والتمدن صالح الحراتي كجزء من المجتمع والله هو موحد كجزء من المجتمع بطبيعة الحال التوجيهات اللي نعطات هو العاطي المختار والبادة 65 صالح الحراتي صالح ما لها العبيد قاع أو الحراتي صالح العبيد يتوفي أو الجزية لا يوفي لم الصبي سعيد خالك شو منه ينظر إلى اللورة وشو منه ينظر لقدام اللورة نظر لها ما يقدمنا اللي قدمنا هو التاريخ اللي قدمنا النظر لقدام ليه كيف قال قبيل الأستاذ اللي يطخل واللي مبارك النرود مازال قال ما مسؤول حد من أحد من الجانب هذه الرجال كان احنا نجد المساواة ونسعى للمساواة والتقدم هاي المساواة والتقدم مشونا فيها وعملونا في إطار هذه الهيئة وغيرها من الهيئات وفي إطار جمهورية الثورية الموريتانية وأحزاب موريتانيا ودولة موريتانيا من أجل القضاء على التهميش لا يعدل في القصرات ولا يعدل في المثلث الأمن مثل ما هذه الحكومة الحالية في مصلحة قضاء التهميش الحراطي أنا عندي صديق من الحراطي ولا هو مقلق الإطلاق كان أصدقائي يشتغل في الجوجة وهلو شهر بنبوت ويشتغل أسبوع وأسبوع ما يشتغل كان الأسبوع ما يشتغل نقعد يختلق يسهم يعطي ثلاثة أيام دونه اليوم يستهم من الجوجة ويبات عقاب اللي عندهم مين اللي أطال لاحق طيب. خطي طيب. اسمع كلمة واحدة المعودة كامل لا فائدة فيه به اللي ما نيرى فيه والله ما في أخي ساول والله ما في أخي بكر هذا خاسر ورغم الحمد لله في رواية أخرى هذه هي النظرية الحقيقية المنطقية استاذ ساموري المخرج يقول لي باقي 10 دقائق ظهر الحوار ذري جدا هذا مقبول استاذ ساموري ما انا مرصدكم جاي من عندكم عنده زلمه يتكلم الامر واحد على كل حال الحلول اللي شايف انها هي القضاء على مخلفات الرق شفت هو يلا بعد به اللي احنا قاعد نقولوا ذي اللي عندنا مخالفات الرق نحن مهمين عندنا مخالفات الرق نحن مهمين عندنا كيف تاك يا غير عندك 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 دور عندك اليوم يعطيك قضية الرق ما يكلم عنها يكلم عن مخالفات احنا وافين منها تكلمتوا عنها انا وافين منها هاي بعد الكلام ذاك الكلام ذاك الاستاذ ساموري تفضل انا اتعامل مع الورقه اللي قدامي اللي اساسا اللي يناقشوا على اساس هذا شوف احنا أمين نقبلوا رواية في إطار المجتمع نعودوا ندخلوا في بعض المسائل اللي ما هي مشجعة بل إحنا ما نضد عن هذه القضية يا الله جميع الموريتانيين يهتموا به يقفوا فيها كيف قال قبيل وبكر يا الله أدوهم قبيل الكوار بين الكوار جزء من الكل ويا الله أي مشكل وطني يؤد مشكل يهم جميع الموريتانيين من اللي يؤد لا اللي طرحت أنا مشكلة يقدر أقاش ويقول لي تسييس هذا نوع من الاستفزاز ولا يعدل ومصيوب عنه ومن اللي يؤد أنا سكت عن ممارسات التمييزية عن ممارسات العنصرية عن الإقصاء عن ذي اللي يعدل كامل من شي فادح ونحكه في جلي ياك ما نزعج صاحبي ولا اخويا ولا جاري ولا شريكي يود هو يوقف الى اللي قلت روح واحد والله بيتعلن اني ويقول لي مسيس روايه والله اخبارك يا اسر احنا هذا مثال نعطيه لك حي اليوم بريده افتقانت يقولوا لك يا هميت حفره سيدي ولا يحيى مد عندها وادها وفي النخيل وفي هذا يجا أسرة واحدة مجاورة قطاعية ينقال لهم قل أذى تنقل وخلوا هذه الأسرة تجرحها ستم تشرب منه
وقالوا عنهم ما انهم جاهر ما انهم معدرين حاشوهم ورفدوهم شاو بهم واليوم قابلين في المجرية. هذا منين يعود الحاكم ومنين يعود الوالي دورهم هو هذا؟ هذه الدولة مبنية على ذنه من الممارسات التعسفية ما نقدروا نتفاهموا فيها ولا نقدروا نتوافقوا فيها ولا نقدروا نصطحبوا فيها. أراني أرجو من المخرج أن يمنحني 10 دقائق إضافية حتى نستطيع الوكالة ممكن الإخوة من الرد على لا قضية الوكالة. هذه الوكالة احنا الناشين طالبوا بها يا غير هذا اللي عدلت به شكل اللي عدلت به ما تلبي ذاك المطلب به الوكالة اللي يتعدى رواية يا الله يقود فهم دراسة يا الله تقود فهم خريط طريق يقود فهم أيام تفكيرية خلقوا ويقود فهم لجان مشاو ميدانيا وعرفوا حاجيات ذيك الناس من مساجد من مدارس من القوات من أي شيء ويقود هذا نعرفهم اللي تخمينه الشيء يطلب من الوسائل ليبحث عن ذيك الوسائل وآلية التطبيق وشن هي وليتنبض لك آلية التطبيق يا غير تقود تعد الرواية وتنطرح وما معروف هي مؤسسة لاش ومفتوقة معني بها المعني والمعني هذا عينك للوكالة عينك للوكالة عينك للوكالة هذا الحراطين ينقال عنهم اليوم شي لا يعدل لهم يا الله تعدل لهم سياسة انجليزية من يقود ما يقدر يعدل لهم ما هو ذاك اللي وعد الموريتانيين كاملين وهم واقعين في الواقعين فيه. انتم شايفين يلا تعدل السياسة تميزة يا الله البرنامج العادي كيف اللي وعد العديد كيف اللي وعد المرأة يا يقود وعد احنا ما ينقال لنا المرأة لا ما فهمتني هي ذاك اللي نقول لك المرأة اليوم عندها تمييز إيجابي ويعطى لها 50% ويقعد المسابقة ينجح أكثر من رد فعلي ما هو في ذاك الجانب الجانب أو عن الحراطين يشكلوا مكونة ولا ينقال لهم شريحة وهذه مكونة اندارت في وضعية اجتماعية أخلاقية نفسية تتطلب سياسة جوهرية من الدولة ويجب أن ذيك السياسة تؤد سياسة خاصة ما هي سياسة تراعي خصوصية الظاهر تراعي الواقع هذا تأخير اللي الشريحة هذه المكونة يا الله ينقض بعين الاعتبار في ذيك السياسات الذكية من اللي أود ما نقابلينه بعين الاعتبار لكن اللي نعدلوا لهم الميتين كاملين معنيين فيه وحاضرين فيه وين قال لك الدمش وين قال لك الفقر وين قال لك الروايات الأخرى وهذا مقرش نحن عندنا اللي ندار فيه لا يجبروه ذوك كانوا يجبروه العبيد ما هم لا يراوه ولا الحراطي احنا اليوم لا تكلمنا نقوله تقريبا اكثر من 200,000 طفل من الحراطين ما عندهم مدارس وهذا يعينوا من المدارس قراية لهم اليوم ياسر من القراية يختار يعود معين على أدوابه به اللي ما يمشي قري ويمشي عدل همه وتبقى المدرسة ما عندها حد يقريها إذا نحن نختار الأمور الدولة نبقوها ونبقوا الأخوة ونبقوا الوحدة ونبقوا تضامن يا غير لأسس سليمة جزاكم الله لأسس فيها الناس كاملة كلها شايف ذاته وجابر مكان جزاكم الله خير. شوف العمدة بتكلم مرة واحدة لين أرجعوا له ذاكاتي الكلام يا غير أستاذ محمد سالم ليت تعطينا وجهة نظرك في الآليات اللي شايف أنها مناسبة للقضاء على مخلفات الموريتانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا بالتقديم قلت الظاهرة مقيتة ويلا تدو تجاوز. وإحنا كاملين متبنين ضرورة التجاوز. والعصر فار التجاوز. هذا يستلزم إن ما أي حد يعلن هذا الموقف أي حد مستعد إنه يعلن هذا الموقف يلا جهوده تتكتل وتعود جهود وحده. جهود وطني وأي هيئة أسوأ عمومي وأسوأ مدنية إدعاتها من أجل أن نبذل جهد في ذي المعركة يلا تنبه وفي ذا السياق سياق عملنا يعود إيجابي يلا عمل المجتمع المدني كامل في لحظة واحدة هو عمل الدولة ولا يعود بينات عمل الدولة وعمل المجتمع المدني صراع في المسائل المتعلقة بالشأن الاجتماعي الخطير ان نثيروا فيه حساسيات فيها بيناتنا. ما تعد لكم ندوات عفوا 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 عند منين انا في مخاطعة
ولا نقد الجاهل حاله ايجابيه لاحظت. في الفتره الماضيه قامت حكومه ونقلت مجموعه من المواطنين من اغلبهم من ذي الشريحه وزرقتهم في بلادين قالها الغريقه وجاها الماء وعم عليها الماء وجاوها اعضاء من ذي الحكومه الحاليه في فتره معينه وقبلوها من هماتي وانتشلوها من ذاك الماء الغارقه فيه اللي فيها المواطنين الاخرين غير اغلبها من ذي الشريحه ونقلوها لبلاده مستصلحه هذه هي عند الاتحاديه. كان مستصلحها رجل اعمال معروف ماني مسمي وطرح اسكانهم في ذي البلاده وبلوجهم في ذي البلاده مشاكل بين الدوله ورجال الاعمال. ذا المستوى من الجذريه، ذا المستوى من الاستعداد الحل لذي القضيه اللي ظهر في الحكم. احنا اللي شين عندنا الظاهره ما نقدو يكون نثم من غير مجهود ولا نقدو يكون ايدينا يعود معاه غير اللي عند منين تقول ان اي منظمه ان هذه الظاهره موجوده ونعرف عنها موجوده نكران وجودها كبقايا في المجتمع ما يخدمش ولا هو حقيقي. وجود قانون للتجريم ووجود دستور ووجود إرادة والتمييز الإيجابي، التمييز الإيجابي عندي له مفهوم. شنو؟ التمييز الإيجابي ما هو إني أنا معين يا قبيلتي والله مجموعتي تستفاد. التمييز الإيجابي هو ذي الناس ذي الشريحة تعود عندها ولوج للسكن بشكل حقيقي وتعاون وتعود عندها باتيك وتعود كيف قال الساموري أولادها يقرار والمنهم الفقير ما عنده وسيلة يكون يمشي أولاده للعمل والسخرة الماهي السليمة. يا الله ذيك الأسرة تندرس وتعاون إياك تخلي أولادها يمشوا شهر المدرسة. هذا الشنيع ولا بدانه من كفاح ولا ينفع فيه أن نستتر عليه. يا الله الجرح يقبل الطبيب المشرحه ويعمل له هذا الين يوصل لعمق الجرح ما حد يقد يداوى غير ما يقد يداوى. ايوه الوقت ابو بكر ما يقد يداويه ما هو انا وهو ايد في ابو بكر لا معي لك ويشدوا ايد في هذه بعد لا يستفز والحكومه عملها ايد في غير اللي نشتغلوا له ما يتعلق باحزابنا ولا يتعلق بقناعاتنا يتعلق بروايه شنيعه عندنا ودي رقاش بذل فيها جهد يسمع لنا حكومه ويسمع لنا مجتمع مدني. ايوه طيب يا مثلا ديروا بريكا. أيوة طيب. قدمت اليات الحلول. تفضل استاذ ابو بكر. اليات الحلول بالنسبه للظاهره حلول القضاء على مخالفات من قد الرق سوا علي نتفاهموا. تفضل. اللي عندي انا عن الرق حين جبرت حاله من الرق يعطي تتابع وعدل ذاك اللي يعطي وعدل ذاك اللي قال القانون بكل وسيله. وهذا الفهم نحن لين يقول هو اللي خالق احنا متفاهمين مع الناس زي. هذا سمعنا مدير الهيئه اللي يمكن وعدلت يقول عن الهيئه من صلاحياتها عنها لين تظهر حاله من الاسترقاق يتابعوها هذا هو اللي ندوره نحن هذا هو اللي نبحثوا عنه وهذا الوسائل نتكلموا هذا الوسائل نحن نقولوا عن الناس اللي تقول عن الرقم وخالق هام تقطني ذا اللي عدل المجرمين ذوك باتوا منعتوا بدنا جبناهم احنا جبنا المجرمين وذوهم جبناهم من النقيطي وجبناهم من العيون وجبناهم من كل بلد وجبناهم من نواقشوط مرقناهم من نواقشوط ولان وحدنا مرقوهم مرقتهم ايراء. طيب هاي النقطة هاي نقطة واضحة عن 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 السرقة ما هي منتشرة يقال لين يجبر سارق تجري الناس عليه لين يجبر رقاش مسترق رقاش اخر يعطوا عاقب ما يؤذي قال انه طفل العبوديه ما يخالقه هذا هو اللي يزور شعورنا به اللي هذا خطيه علينا احنا اولاد العبيد ولاد الخدم حد قال لنا ما هو ما هو ما هو ما هو ما محترمنا ولو ما سين الوكيل وما سين شي من التبعيه احنا ما لنا تبعيه اذا عاد الناس ما سي عنا انت متبعيه كذبت على راسها ما انا متبعين حد. النقطه الثانيه ان نحن
نقولوا عن 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 الحراطين مهمشين وتفريشوا شرناه موجود في الوثيقة موجود في الوثيقة وحدها حدها حدها يقلب يقبل عن 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 الموريتاني ما يعطي طبق ليش اللي قال منه الرسول والحقيقة أن 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 كل نيرة قرعته كمواطن إحنا ما ندور إحنا ما ندور شيء عند الحراطين يخص بالحراطين إحنا ندور شيء نؤذوا مواطنين كاملين نؤذوا مواطنين ما نؤذوا حراطين وبيضان ياك وسيلتو شنو ياك وسيلتو شنو ياك وسيلتو شنو وسيلتو أن نوفا من القبائل أول شيء نوفا من الجهات ونوفا من كلمة الكوري ونوفا من كلمة البيضاني يغرين أن تقول بيضاني ما حد هناك تقول بيضاني أنت من اللانجو الحرطاني ما حد هناك تقول بيضاني أنت من اللانجو الحرطاني وقت من الأخر أنت من لا يقول كوري يغرين أودو كاملين على 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 وطيرة واحدة على بلد واحد كلنا ذاك اللي عند عند صاحبه ولا نتفاهمه يعطي هاي موريتاني نشتركوها ما نقول وحدين هم اللي قابلين الناس كاملة لهي ما قلنا عن ندير بها حرطاني ما قلنا عن ندير بها حرطاني كيف ما قال ما علق عليها واللي شدوا ما سعنا نحن هون قاعدين هون تندوروا نقولوا كان يغير قلنا عن الهي إلى عاد تهامة لا تعد الهي يعطي الناس اللي تعرف العبودية وكانت تتكلم في العبودية وتعرف ليش كيف ما قال نائب الناجي يعطي هي لولا تقول في الهي وأنا شفت اللي كان خالف في برنامج مخلبات الرق برنامج مخلبات الرق كان فيه لا قاعد فيه لا شمل البيضان وحدهم ما يقدروا يسيروا شو يعني الناس كاملة يعطي الناس كاملة تقول موجودة كل الرجاج يشوف وجهه يكون يشوف ذاته وذلي يسير بين اللي ما بتطلع عندنا من ما بتطلع حقنا من النضج والديمقراطية باش يعود البيضاني اللي يعطي الكوري قرعته واللي يعطي الحرطاني قرعته يعطي العضو كامل حاضرين يعطي كل هي تمثل في كل شيء هذا هو موقفنا نحن شكرا كل هي تمثل في كل شيء شكرا لك وهذا مو هو خالد 40 بيضاني ومعها حرطاني واحد ومعها نص كوري هذا ما يعطي الحق يوفق نين يوفق نتوافق ولا قلنا من اللي عن البيضان كامل عنصريين عندنا أصحاب وعندنا مناضلين من البيضان ياسري يا غير عندنا اللي شي من القطاعيين من البيضان ومن الكوار ومن الحراطين وهذا نحن ضدهم سوى السقاع شنو اسمهم شنو هو حياتنا واضحين شكرا فقرين. لك شكرا لك انا واهل الله ان الخلطه كي شي مزاح مني لا دقيقه واحده لا يعطيها لكم كامل هذا شوف هذا خمس دقائق مرتين هذا تكلم مرتين لا يتكلم لحظه لا يتكلم شوف هذا قلت لك اسمه في الوقت هذا خمس دقائق ما تكلمت مرة استاذ كل شوف استاذ شوف استاذ كلكم عند دقيقه واحده لا من هذا دقيقه كامله كلنا والله ما هي مشكله والله. خمس دقائق يا غير ها لا انت لا نستلم من عنده الخلطه وتم لا يستهلوا هنا دقيقه واحده تفضل الاحتلال هو الذي استولى تحت والاحتلال حد يحكم بالعدل ولا يجوز السلام على عدالة الله والعدل جاء في القرآن في تعريف 6 مرات في 28 مرة للحرص على البلد باستقامة بلد يكون بالعدل وحد عدد من هذه المكونات لا يخوض كامل وطرح كامل وحد هم يعمل شيء منها لا ينفزم بلد ولا أستاذ هنا مجتمع متخلف والوهلة هذه السنة مو يفتشي والفوارق ما تختفي بمجرد كلمة لا تعطي الأمراض الاجتماعية والفوارق الاجتماعية تحتاج إلى سن الوقت تحتاج مدة عمل التغيير بطيء التغيير بطيء بالطبع بالاجتماعي كيف قال أستاذ البركة شاركته أن زين عندي قضية المخلفات كيف بعمل لها أستاذ البركة عندك مجلس واصل لها وإحنا معاه أنا تعرف أنك كنت محامي مجلس العميد معاه تعرف أنه دافت عنك كنت كريتته فترة البيت وأستاذ راهي مدبت إلى نفس القضية يا غير خالق أبوها ما هي المالية هي قضية إحراطية وتمييز إحراطية هي قضية إحراطية وتمييز إحراطية قضية أساسية قضية أساسية خلاص نشوفين كانوا طيب. يضربوا دقيقة أستاذ سامي دقيقة على كل حال أنا
اللي نموتوه ما يخص ما يخص الحلول. نمشي هذا البيت. ما يخص الحلول. أنا نعتبر لأن هناك اختلالات بنوية كبيرة ويجب تصحيحها بشكل وجميع المكونات شايفين روايتهم في هذه الدولة الموريتانية وحاضرين. لأن نقول مولي لأن ما قال الأخ الأستاذ لأن المختار عدل سياسة وسنين تأمينها عن الحراطين جابروا فيها اليوم سنين تمثل هي مثال تمييز وإقصاء الحراطي بشكل فادح. هناك دور الحلول أستاذ. الحلول الحلول هي هذا 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 النوع هذا الأوجاج يتم تصحيحه بشكل يضمن وجود الحراطين في مفاصل الدولة في الحكام وفي الولايات وفي الإدارات المركزية والتعليم يركز عليه ويعود ما ينقصه ولا يعد فيهم التمييز كيف في السنين وكيف تصل لك وكيف هذه المؤسسات اللي بالحق واضح فيهم في البنوك. وشكرا أستاذ أحمد سالم دقيقة. نعم إحنا ما قدوا ننهض موريتاني ما هو بجميع مكوناتنا وجميع الشعب. إحنا هاو اللي اجتمع على هذه الطاولة مستعدين للعمل معا وهيئاتنا مستعدة للشغل معا. هذه الظاهرة المتوافقة على الشغل معا نجربوا إنها تعدل تعدلها إجابة الشاورية من أجل أن الآخرين كاملين يبذلوا جهودهم فيها. وإذا عاد نقص عند الوكالة والله عند الحكومة يبين لها غير ما اللي شيء إيجابي يبين أنه إيجابي ونخلو شيء يستمر إلى الأمام. أستاذ وكان مسؤول نقول أنا يعطينا نواو من ديقة مبين رق ومخلفاته. نحن نقول ما نقابلين لا تكلمنا عن الرق ينقال لنا خالق لا مخلفات يا غير. نحن نتكلموا ما نتكلم عن الرق هكذا. نحن نتكلموا عن حالة جاتنا من الرق. نتكلموا عن حالة جاتنا من الرق هو اللي عليه الكلام. وهذا لين يخلق دور موريتانيين كاملين يعودوا واحد فيه يمشوا معنا فيه. ومخلفات ياسرين كيد ما قال هو قد يفوتوا مازالهم قد قرن ولا قرنين ما 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 ما, ما زالوا كاملين. يا غير مولي لابد من تدريجيا نسنتو ما بدنا سنتين. انا ما شفت شيء حتى جنرالات ما وعد منهم حرطاني مو اينين 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 قاموا الناس يكتبوا قاموا يتكلموا. انطار جنرال الطبيب جنرال الطبيب الحرطاني احنا نقول لك احنا نقول احنا لا التمييز 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 والعزله والقبنه هي المشكله. القبنه ما زالت خالقه ويالت نعودوا متوافقين عليها. ما قلنا عن البيضان كاملين مسؤولين عن القبنه يقير البيضان مستنفعين من القبنه. البيضان مستنفعين البيضان مستنفعين من القبنه. ايوه الحلول 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 تطبيق القانون رابط القبلية. ايوه طيب زدت على الدقيقة. لا احنا قبل نعطي خطة اخرين دقيقة. هو لا 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 ولا بد ان يتكلم معنا لا ما يتكلم اختمنا بالاستاذ. قالنا وجهة نظر وركاتي مشاهدينا الكرام. انا اهل الله اني قبضت قدر من الوقت من المخرج وتعبتهم اللي مشاهدين بالطول الوقت وظهر الله ان قالوا كاملين اكتشفنا منه على عن خلطه جماعه كامله متفقه على ان يالتنا ننطلق في اتجاه هذه الاشكاليه يدا بيد خطوه بخطوه من اجل ازاله الغبن ازاله المخلفات والوقوف كذلك يدا بيد والوقوف يدا بيد كذلك على اي ظاهره يثبت ان صاحبها يمارس عبوديه فنشجبها وندينها ونعمل كذلك على يلقى صاحبها حق يلقى صاحبها حقه القانوني من ناحيه التجريم وازاله مخلفات الروايه بازاله التخلف والظلم والغبن باش نعبد دوله وطنيه وننتهوا من فلان ولا فلان وفلان من فلان وفلان كان على فلانيين وعدوا احنا كاملين اولاد موريتان دوله القانون الدوله الوطنيه. اذا مشاهدي الكرام باسمكم الوحدة عرفوا عن ما خالق الدولة اللي يدخلكم الوحدة باسمكم كاملين شاكر للأستاذ بكر مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد
شاكرين سعادة النائب ناجي سليم محمد نائب عن اللائحة الوطنية، شاكرين الأستاذ محمد المشدو محامي وباحث وكاتب، شاكرين الأستاذ سامي والبي قيادي في حركة الحر وكذلك نقابي مشهور وسياسي كذلك مشهور، الأستاذ محمد سالم والبومبا باحث في جامعة نواكشوط وعمدة بلدية التيارت. أنتم كذلك مشاهدينا الكرام لكم الشكر الجزيل على أنكم استحملتونا وصارتوا معنا، وشين عندنا ما قبضناكم في التليفون لأن شفتوا عن الخلطة قبل ياسر من الوقت اللي درناكم في التليفون لهين وحلو. شاكر الأخوة اللي واقفين وراء الكاميرات وصهروا معنا الليلة، شاكر كذلك المخرجين هذا أحمد محمد العتيقي يحييكم في انتظار نلتقيكم ليلة الغد إن شاء الله بالجزء الثاني من هذا البرنامج. السلام عليكم.